طيب، مساء الخير عليكم جميعا، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم رجعت وياكم بفيديو جديد راح يخص تصميم الاعلان او الفلاير بالانجليزي، اذا كان للمطعم او للوجبات السريعة. فطبعا كل واحد عنده فكرة، كل واحد تجي له افكار، فاحنا راح نشتغل اليوم على طريقة معينة ويقدر كل شخص يطبقها ويسوي بيها مثلا تغييرات او يحط بيها شغلات زيادة او اضافية. فخلونا نبلش. طيب، راح يكون الاعلان اليوم عن الكي اف سي. مثل ما تشوفون، كثير ناس طبعا تكتب لي بالتعليقات وين الصور، وين المحتوى، ممكن الرابط، ممكن وممكن. بصراحة الموضوع ما يراد لشي، انت اي شيء تحب تسوي عليه مجرد تكتب بالجوجل، بعدين تختار الصور وتطلع عندك. يعني مثلا كي اف سي، اذا اكتب كي اف سي مثلا لوجو مثل ما تشوف، وتختار انت القياس اللي تشوفه مناسب بالنسبة لك وتحمل الصور. تريد مثلا كي اف سي اللي هو يخص مثلا الطعام، تدوس مجرد قائمة راح يطلع عندك. فماكو اي شيء لازم اني ارفعه لك وانت تحمله، بالعكس انت اختار، انت شوف شنو اللي يعجبك، شنو المناسب بالنسبة لك. طيب، بالنسبة للصور فانا اختاريت مجموعة الصور مثل ما تشوفون. هذه الصور اللي اني اختاريتها، طبعا احتاج الموضوع وقت. يعني مثلا تدخل الى هذه الصورة تطلع لك مجموعة الصور، تدخل على هذه الصورة تطلع مجموعة الصور، وهكذا. فانت تقعد تختار شنو الصور المناسبة وتقعد بعدين تشتغل. طبعا هو يفضل انه انت تصور هذه الشغلات بنفسك او تاخذ الصور من الزبون اللي تحب انت تشتغل التصميم حتى لا تتعب بالبحث. طيب، خلونا نبلش. طيب، بالبداية لازم تعرف انت الزبون شو يريد، يريد من عندك التصميم بالطول او التصميم بالعرض. فاحنا اليوم راح نشتغل على تصميم راح يكون بالطول. فراح نفتح صفحة جديدة او ملف جديد. دائما الريزوليوشن خليه 300، القياس طبعا حسب الزبون اللي هو يريده، ولازم تختار بالسنتيمتر، بس حاليا راح نشتغل فقط مثال. مثلا هذا التصميم. خلينا نفرض انه هذا التصميم اللي طلبه من عندي الزبون او القياسات، وانا جيت اشتغلت القياسات. بالبداية من نجي نشتغل دائما على فد لوجو او مثلا تصميم يخص هذا اللوجو او يخص هذا المنتج، دائما نشتغل بالالوان اللي تكون موجودة باللوجو نفسه حتى يعطيك جمالية اكثر بالتصميم. فحاليا راح ادوس حرف الاي، اختار مثل ما تشوفون طلع عندي اللون، بعدين افتح طبقة ادوس عليها هذا اللون، صارت عندي الخلفية بهذا الشكل. بعدين اروح الى جوجل اكتب مثلا فود لوجو، اجي ادور على فتشي معين. انا بصراحة شفت فتشي كلش حلو، اعتقد اوكي هذا. نسوي له تحميل، بعدين نرجع نفتح. طيب، هذه مثل خلفية راح نشتغل عليها مثلا بهذا الشكل. بعدين Alt نسحب، Alt Alt Alt. طيب، تمام، اوكي. بعدين الطبقات هذه ندوس من اول طبقة او اخر طبقة، بعدين شيفت رايت كليك نسوي له ميرج، بعدين ندوس الت نسحب، بعدين ندوس الت، ونقدر هذه الثلاثة نسويها مرة ثانية ميرج، بعدين الت، بهذه الطريقة. طيب، حاليا أنا سويت خلفية. زين،
بعدين هذه ندمجها نسويها طبقة واحدة. أوكي. حاليا نغير الألوان نسويها أسود أبيض، ندوس حرف الإكس نقلب الألوان، بعدين نفتح طبقة نختار مثلا دائرة ونسوي فت شكل مثلا. أوكي. بعدين نسوي باللون الأبيض كنترول وتي. أوكي. بعدين ندوس ألت كنترول وتي راح اجي بعدين اخذ اللوجو ادوس همين دائرة بعدين رايت كليك ونختار سمارت اوبجكت ونخليه مثلا بهذا المكان طبعا دبل كليك وتقدر انت تسوي فت فيكه او فت تاثير معين مثلا بهذا الشكل. حاليا الدوائر هذه اللي اشتغلنا عليها نقدر نسوي بها مثلا فت تاثير حلو. خلينا نختار اول واحد زين بالنسبة لي هذا مناسب. نقدر نسوي له بعدين كوبي او ندوس Alt نسحب Alt صارت عندي كلها بنفس الترتيب. حاليا راح نجي ونجيب المنتجات اللي راح نشتغل عليها. زين ندوس Ctrl و T بعدين بهذا المكان بين الخطين ندوس Alt كليك صارت عندي الصورة بهذا المكان. طبعا يفضل انت تصور كل هذه الصور لان مثل ما تشوفون الكواليتي ابد مو تمام لان اكو صور كبيرة اكو صغيرة بالجوجل فهذا راح يسوي لك مثل مشكلة وما راح يعطي لك جمالية بالتصميم لكن احنا اليوم فقط نشتغل للمثال. طيب حاليا هذه خلصنا من عندها راح نجي للطبقة الثانية بعدين نختار او نفتح مثلا خلينا ندوس هاي بعدين Alt كليك اوكي حاليا صارت عندي الصورة بهذا الشكل. هنا أنا اقدر اسوي فتفيكة كلش حلوة بهذا المكان الجوا. اذا الطبقتين هذه العفو من واحد اوكي هاي سويناها ميرج مثل ما تشوفون صارت كلها طبقة واحدة زين. حاليا راح نجيب فت خلفية او خلي نبقيها ابيض ماكو مشكلة. اوكي صارت عندي التصميم بهذا الشكل.
بعدين نفتح طبقة ونختار مثلا هذا اللون وندوس دائرة أو ندوس مثلا شفت. زين، بعدين ندوس حرف الجي ونختار اللون هذا، دبل كليك ونشتغل مثلا في التأثير معين. اوكي، بعدين ندوس Alt نسحب. طيب حاليا تمام. حاليا صارت عندي طبقة واحدة. هنا راح اجيب الشغلات، خلي نقول الشغلات الصغيرة، واخليها بالتصميم. مثلا عندي 1 2 هذه للأسف طلعت خلفيتها سودة، خلينا نشوف لازم نغيرها. زين، توقعت الخلفية سودة بس حلو، لان انا اختاريت PNG فطلعت تمام. فحاليا التصميم صار عندي بهذا الشكل. بالنسبة للطبقات هذه نقدر شوي نرفعها لفوق، بعدين ندوس Ctrl و J Ctrl و T نقلب الاتجاه، بعدين نفتح ماسك على الطبقة المقلوبة. صار عندي التصميم بهذا الشكل. طبعا اذا كان اللون الابيض شوية مزعج نقدر نستخدم مثلا فتح خلفية، يعني على سبيل المثال خلي تكون هذه. خلينا نسوي المود مثلا ملتيبلاي. اوكي، نخفف الطبقه شويه. يعني مجرد تاثير. بعدين نفتح ماسك ونختار الفرشات هذه، بعدين ندوس Alt وCtrl ورايت كليك يمين يسار مثل ما تشوفون فوق جوا. فصار عندي التصميم يا شباب بهذا الشكل. طبعا تقدر انت تحط الاسعار، تحط اسم المدينة، تحط كتابات. طبعا التصميم دائما يطلع حلو بالكتابات، بس هو فقط مثال او نموذج، لذلك ما اعرف شو احط، يعني ما اعرف شنو الشغلات اللي احطها، لان ماكو اصلا زبون طالب مني شيء. فهذا الشيء راح يبقى انت يمك، تحط مثلا مجموعة اكلات او الاسعار او اوقات الدوام او المطعم مثلا شو وقت يفتح، يعني حسب. فدائما هذا التصميم اذا تحط عليه كتابات يطلع فتشي كلش مرتب. فبالنسبة للتصميم خلص يا شباب، اشكركم جزيل الشكر على المتابعة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو ثاني. تحياتي لكم ومع السلامة.